بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. على السنين الحيلولة، أشكو يحول بينك وبين الأجر. لو قتلني كان وين الأجر؟ قتلني كان وين الجهاد؟ جهاد النفس. قرأ القرآن، القرآن الذكر، إنك ولي إجاني مكينا شهر دقائق مرة طهر، وأنا السنين القيلولة، وأني فلكي يقيلك من الأمراض. إنك زخا ولي جانا مرة العصر، وأني جا العيلولة، يعني إنك تعرض نفسك للأمراض. أرطع رطي خفنكي الأمراض، غني فاسكي جستسيت الأمراض، خصها دوري جن بلاد بالوقت. صافي مرة العصر، صافي سكيت في الوقت جانت يعني مكي، يعني ربع ساعة ولا نص ساعة القيلولة. إما هو إنك مرة الفجر وخاكي كي لا يتسقسى دوت جانت. أكتيني ستنين العلماء الحيلولة، يحول بينك وبين الأجر وبين الخير. السلام عليكم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين بإحسان. كنقول الله تعالى أعلم أن الحيلولة هي نوم ما بعد الفجر، داك النعاس اللي كيجيك بعد الفجر، اللي كتنعس بعد الفجر. وقال لك تسمت بالحيلولة لأنها كتحول بين المرء بين العبد والرزق ديالو، الله أعلم، يعني كتمنع حائل بين تحول بين، يعني مثلا هذا الجلباب يحول بيني وبين البرد، يحول بيني وبين البرد، يعني كيمنع البرد يدخل لي. يعني اذا الحيلولة هي شي حاجة كتمنع شي حاجة باش تكون، يعني هنا كتقول لك داك النعاس سميتو الحيلولة لانه كيمنعك من رزقك في الحسنات ورزقك حتى في، لان قال لك فيق بكري بالدب مشري، نفقتي بكري، قال لك داك اللي كيفيق بكري كيدي الارزاق ديال الاخرين، شي كيقولوا الناس غير هذا غير مجاز، والله اعلم. وهذه جايه على القيلولة، جات على وزن الفعلولة، كما عاوتاني جات واحدة اخرى، هادو اوقات ديال النهار، جات واحدة اخرى سميتها القيلولة، هذه كتكون في الظهيرة في الظهر. اذا الانسان كيصلي الظهر ديالو كيتغدى ويصل الدور ديالو كينعس شوية، هذه هي القيلولة. كيقيل كنقولها حتى بالعربية الدارجة، يعني قيل، الله أعلم عندها معاني أخرى، ولكن هنا القيلولة هي تنعس واحد شوية، واحد ديك الغفوة اللي كدير ما بين الظهر والعصر، لكن كتكون غير شوية، مكتكون مكطولش. هادي قالك وتصاليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها قاع الحديث، هيك حديث الشهير، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. الحديث قال لك حسنه بعض المؤخرين، الناس اللي كيحسنوا الحديث معروفين بلا ما نقول سميتهم، وقال لك كاين في السلسلة الصحيحة. وعليها الإجماع من طرف العلماء والأطباء كاع اللي ماشي دي في الدين، وخصوصا على فائدة القيلولة، على الفائدة ديالها على الجسم ديال الإنسان، على الذات، على الصحة، الصحة العقلية والجسدية، وخاصة كتكون غير إذا كانت أقصر، تكونش كان ماكسيموم تكون ساعة تقريبا ولا نص ساعة، أحسن ما بين 15 دقائق و 15 دقيقة ونصف ساعة، إيه لا كتر الإنسان ساعة، هذه بعد ما يصلي الظهر ديالو. ودابا غنجيو لديك المفردة التالية، على وزن الفعلولة، عيلولة،
هاد العيلولة تا هي راه كتعلق بالنوم بالنعاس، ولكن اش من وقتها نعاس مورا العصر. قالك ملي كتصلي العصر كتنعس، وقالك هاد النفض هذا راه مشتق من العيلة. العيلولة، العيلة هي المرض، هي شي حاجة ماشي هي هاديك، حاجة فيها عيلة يعني فيها شي حاجة ناقصة، هي النقص. إذا قلنا العيلة بالنسبة للجسد هو مرض، وبالنسبة مثلا الصلاة مثلا ما كملتش شي ركن منها عيلة، هناك عيلة في الصلاة مثلا. العليل هو اللي ناقصو شي حاجة، مريض بشي حاجة، يحس بشي حاجة ماشي هي هاديك. ممكن نسميوها السقم، كاين المرض وكاين السقم، كلهم علل. وما كيخفاش بان على الناس بان هاد النوم هاد الناس بعد العصر كيسبب بزاف ديال الاثار السلبيه على الصحه والضد ديال الانسان عموما. هذا قلنا والله اعلم. اذا نشرحوا شويه اكثر. قالوا لنا هذيك الاستراحه القصيره، الغفوه القصيره، ولا توقف عن العمل و رقد، ان يكون رقد الانسان لبعض الدقائق، والقصد منها هو الاستراحه. والحيلولة هو وقت نوم، وقت صلاة الصبح. هاد النوم هنا مكروه، لأنها كتمشي عليك ذاك الأجر، كثرة الأجر اللي كاين في صلاة الصبح وصلاة الفجر والذكر والدعاء قراءة القرآن، وحتى الاشتغال بمسائل نافعة من علم وتدريس وكذا وكذا. ثم كما قلنا القلة كتكون قلنا بعد صحة صلاة الصبح. إذا جوج منهم مكروهتين، وهذه ديال بعد صلاة الظهر مستحبة، تستحب يعني مزيان، الا درتيها راه مزيان، الا ما درتيهاش راه ما عليك والو. هادشي اللي كاين في هاد القضية هادي. قيل ولا كنقولو قيلني عليك، قيلني يعني ما تحاسب عليا، اريحني من الضغط ولا من شي حاجة هكذا. نتمنى أن تكون الفائدة وصلت. شكرا للمتابعة.